السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Please, if you can just fill the spot. There's lots of empty spots. Make space, please. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. Because lots of people are standing, and all the gym under renovation now. There's no spot. Gym is closed. But that's why I take advantage of every single spot in the message. I still see spaces. Now, don't be shy. I'm not all the time. I see mustaches and beards. I don't see any woman. I see. Zakat Allah khair. I make sure all the spots are full. Zakat Allah khair. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Just a couple of quick announcements, inshallah. Alhamdulillah, the new fundraiser campaign for the masjid starts today. And it is for the renovations of the masjid, and it will start today all the way into Ramadan. Inshallah ta'ala, Shaykh Ali will elaborate more on this in the khutbah. We also have the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, where we start the biography of the greatest human to ever walk the face of this earth every Saturday after Isha with Shaykh Ali Jumran. And we have Fatwa Nights with Sheikh Mahmoud every Sunday after Isha. It is an open Q&A to the community. There will be a ladies' halaqah today at 7 p.m. And we have a funeral prayer after the second khutbah, which will be after Asr, inshallah, for Brother Rashid Nur Muhammad from Uzbekistan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to shower him with his mercy and forgive his sins. Jazakallahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا يوم القيامة محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله حماة الإسلام حراس العقيدة رواد الجمع والجماعات، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى. أما بعد، أحبتنا إخوتنا في دين الإسلام، كما تعلمون إن من أحب الأعمال إلى قلب المؤمن بناء المساجد. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، وأبغض بقاع الأرض إلى الله هي الأسواق. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عندما سنحت له فرصة، وعندما أخرج من مكة حيث ولد فيها وبعث فيها صلى الله عليه وسلم، كان دائما حريصا كل الحرص على أن يكون عند البيت الحرام. وعندما أخرج منها فكان أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم في يثرب وبعدها المدينة أنه بنى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أحبتنا، كما سمعتم من أخي وحبيبي الأخ كريم أن حديث الخطبة اليوم سنذكر إخواننا أحبابنا بواجبنا اتجاه هذا المسجد الذي نتعبد الله عز وجل فيه. عند الحديث عن المساجد أريد أن أؤكد على أمر: كما أن بناء المسجد من أساسه هو مهم، كذلك صيانة المساجد وتعاهدها ورعايتها والقيام عليها لا يقل شأنا عن بناء المسجد. ولذلك
هناك ثلاثة مبادئ، ثلاثة أمور يجب أخذها في الحسبان والاعتبار عندما نتحدث عن هذا الشأن. أولاً مبدأ المبادرة، ثانياً مبدأ المنافسة، ثالثاً مبدأ المشاركة. مبدأ المبادرة، نحن نعلم الله عز وجل عندما حدثنا في القرآن عن الكعبة أخذ في الحسبان، أخبرنا الله عز وجل وبين لنا أهمية الأولية. أنت عندما تتكلم عن أول، هذا يعني أن أحدهم أخذ عنصر المبادرة وبادر. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للناس. أول بيت وضع للناس على هذه الأرض في الكرة الأرضية للعبادة هو البيت الحرام، الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام في مكة. هذا من حيث البداية. هناك من قال أول من بنى الكعبة هم الملائكة، ومنهم من قال آدم عليه السلام، ومنهم من قال هو إبراهيم عليه السلام، والرأي الأرجح هو الرأي الثاني. ولكن عندما نتحدث عن المبدأ الثاني وهو مبدأ المنافسة، أولاً كما تعلمون الله عز وجل يقول لنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانت الكعبة كما يقال اندرست، فإبراهيم عليه السلام أعاد بناءها، وهذا هو معنى إعادة التأهيل وإعادة البناء. والله عز وجل أخبرنا عن ذلك في القرآن في سورة البقرة. حتى قبل الإسلام، وهذا فيه مبدأ المنافسة، كيف أن الناس دائما يتنافسون على أن يكون لهم نصيب، أن يكون لهم نصيب في بناء بيوت الله تعالى وتعاهدها وصيانتها. أخبرتنا السيرة، وعندما نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخامسة والثلاثين من عمره قبل البعثة بخمس سنوات، تعرضت مكة لسيل عارم اتجه نحو البيت الحرام حتى كادت الكعبة أن تنهار. فماذا صنعت قريش؟ قبائل قريش قرروا على أن يعيدوا بناءها وتجديدها حرصا منهم على مكانتها. وهؤلاء قبل الإسلام، فأخذت كل قبيلة دورا في شراء وإعداد الحجارة وعمارة وإعادة عمار الكعبة، حتى إذا ما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود ودب الخلاف وقصة تعرفونها، واحتكموا إلى أول رجل يدخل إلى المكان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس صدفة وليس عبثا، هذا بتقدير الله عز وجل الذي قدر كل شيء. فكان شرف وضع الحجر في مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شارك معه أهل قريش، كل يرفع بجانب من الرجال الذي وضع عليه الحجر، حتى يقال أن بناء الكعبة، بناء إعادة إعمالها توقف من أربعة إلى خمسة ليالي، وكل قبيلة تدعي وتقول بأنها هي الأولى بأن تنال شرف وضع الحجر. هذا من حيث المنافسة. وكذلك علينا أن نراعي مبدأ المشاركة. هل يستطيع كل واحد منا أن يبني مسجدا بمفرده؟ إذا أردنا أن نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. على سواء جلنا أكثرنا لا يستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث رائع جميل.
قال من بنى لله مسجدا كمحفص قتاه، قتاه هو طير صغير، محفص أي عش هذا الطائر، أو أصغر. تصور من بنى لله مسجدا كمحفص قتاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسجد كعش، لا تستطيع أن تسجد أصلا في هذا. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لأتباعه يجب أن يكون لك إذا أردت أن يكون لك بيتا في الجنة وأن يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة، شارك حتى ولو كانت مساعدتك معاونتك ليس بذلك الأمر الكبير، ولكن ذلك عند الله أمر عظيم. ولذلك القليل دائما خير من الحرمان. الله عز وجل من هذا الحديث ونبيه صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول للمسلم إياك أن تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم وهذا الثواب. وأنتم كما تعلمون نحن اليوم نطلق حملة لإعادة صيانة مسجدنا هذا. هذا المسجد كما تعلمون أيها الأخوة والأخوات هو أول مسجد بني في هذه البلاد في دولة كندا، وهناك من يقول في شمال أمريكا. فهذا المسجد مسجد الرشيد له منزلة في قلوب المسلمين وله رمزية واعتبار، حتى كثير من المسلمين ومن غير المسلمين يراعي هذه الرمزية، وكثير من الناس يحرص عندما يأتي إلى مدينة أدمنتون أن يزور مسجد الرشيد. وهذه الجمعية التي قامت من سنة 1938 85 سنة، ولذلك هؤلاء الذين بنوا المسجد الأول صنعوا لنا معروفا. حتى هذا المسجد الذي يتحدث عنه هذا عمره 4 عقود. المسجدنا هذا ما شاء الله من أنشط المساجد، مسجد عامل بالإيمان، نشاطات ليلا نهارا. وهذا المسجد بحاجة إلى إعادة صيانة وتأهيل، لأن كما تعلمون أي مبنى لا يعاد صيانته وتأهيله وتجديده يقع يتساقط. ولذلك أيها الإخوة أيها الأخوات نحن بعون الله تعالى وفي هذه الساعة المباركة من هذا المكان المبارك الذي هو عزيز علينا جميعا نطلق حملة. وكما تعلمون سأكثر من الحديث أكثر في اللغة الإنجليزية. My dear brothers and sisters, I do praise Allah عز وجل and I do greet our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. Allah عز وجل, as you know, the most, one of the most beloved deeds to the believers, one of the most beloved actions, one of the most dearer things to us for every believer is building the masajid, building the houses of Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, He has told us in the Quran, only those, the ones who will tend, who work to tend the mosques, like they renovate and they rebuild, and renew, to tend the houses of Allah Azza wa Jalla, are those who believe in Allah and in the last day, and they perform the salat and they give the zakat and they fear nothing but Allah Azza wa Jal. Those happily and truly they are guided by Allah Azza wa Jal. The Prophet has told us in so many ahadith, one of these ahadith, the Prophet has told us the most beloved places to Allah on this earth is the houses of Allah, and the most hateful places to Allah on this earth is the markets. In the houses of Allah, people they worship Him. In the marketplaces, people they lie and so. It's not our topic to talk about. But we have to keep in mind the Prophet in more than one narration he said, whoever builds a house for the sake of Allah, Allah will build him a house in paradise. When we talk about
building the masajid, renovating the masajid, maintaining the masajid, my dear brothers and sisters, we have to keep in our consideration three things. When we talk about this issue, three principles it has to be considered. Principle number one, the principle of initiative. Like it's always good to be the first, especially when it comes to do the good deed. Allah Azza wa Jalla has considered that. He has shown us when He spoke to us in the chapter of Al-Imran about the first house. Verily, the first house placed for mankind was that in Mecca. This for worship, of course. The first house was built for mankind, and all the place of worship is that house in Mecca. That's why the Prophet ﷺ, when he migrated from Mecca and Medina and he was not able to practice his religion, to practice Islam with his companions in Mecca anymore, he has to migrate to leave Mecca to Medina. The first thing he has done, sallallahu alaihi wasallam, he has built his mosque, his masjid, and he came to Bani Najjar, where he placed and built his mosque. That garden, that piece of land, he came to Bani Najjar. قال يا بني النجار ثامنون على حائطكم. He said, "Oh people of Najjar, give me what's the price of the land where I'm going to build the mosque." They said, "By Allah, we will never ask for the price, the money for that mosque, except from Allah." They have donated that piece of land for the masjid to be built there, the masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Just ask yourself, how many people since 1400 years till now they prayed in that mosque? How many lectures? How many people they memorized the Quran? You calculate it. I have no time to calculate that. This is the running charity for them till the day of judgment. That's why the Prophet ﷺ considered to build the masjid first. Number two, the second principle is the principle of competition. The believers, they compete when it comes to the good thing. Even at the pre-Islamic time, even when the Prophet ﷺ was building the masjid, Ammar bin Yasir, by the way, everybody used to carry one brick by one brick. Ammar كان يحمل لبنتين لبنتين. He used to carry two bricks. The Prophet ﷺ came towards him and he wiped the dust over Ammar and he said, "Why don't you carry one like your friends, your brothers?" He said, "Oh Messenger of Allah, I'm looking for more reward from Allah Azza wa Jalla." This is the competition even before Islam. Even with those people, when the Prophet ﷺ was 35 years old, 5 years before, he received the call, the message from Allah Azza wa Jalla, there was a great flood hit Mecca. And it swept towards the house of Allah Azza wa Jalla, and the Kaaba was almost demolished. The tribes of Quraysh, their tribes came, they decided to rebuild, to renovate, to rebuild this Kaaba, to consider, because they want to consider its holiness and its position. And they had a competition. And when they reached, every tribe offered certain stones, they took care of building one part, rebuilding the Kaaba. When they reached the place of the black stone, they had a dispute over there. Who would you try? If each contesting for putting the black, the sacred black stone in its position, they were almost going to build upon the dragons against each other. Until one of the wise people, the oldest, Abu Umayyah ibn al-Mughira, the son of al-Mughira, he said, "Let's wait to see the first person to enter the place, the area. He will put the stone
and the first person was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Not by coincidence, it's by the decree and the destiny of Allah Azza wa Jalla has written everything. This tells us how they did compete with each other to rebuild the house of Allah. As a Muslim, I learned from that. The third principle we have to keep in consideration, the principle of participation. Every single Muslim, when it comes to the house of Allah, should participate according to your ability. As we said to the brothers last week in the school, the renovation will cost around $2.5 million. If 2,500 people, everyone puts $1,000, it's done. That's why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told us, he said, whoever builds a house for Allah like the size of a sparrow's nest, the sparrow, it's a small bird. How much?